أحيانا بيبقى في حاجات رمزية لكنها أهم بكتير من حاجات تانية ممكن تكون غالية ماديا، يعني مثلا لو عندك كأس العالم هتعين عليه حراسة أكبر بكتير من اللي ممكن تعينها في متحف فيه آثار حقيقية. لكن تخيل معايا لو كأس العالم ده اتسرق، إيه اللي ممكن يحصل؟ والبلد اللي اتسرق منها موقفها هيبقى إيه؟ واللي سرقه هيعمل فيه إيه بالظبط؟ أنا ماريا مجدي، ويلا بينا نعرف كل ده مع بعض في الفيديو اللي جاي. كأس العالم هي البطولة الأغلى والأهم في التاريخ، وعشان كده الدولة اللي بتستضيف البطولة دي بتحقق مكاسب ملهاش عدد، غير طبعا شرف استضافة الحدث التاريخي ده، كمان مكاسب مادية ودعائية غير عادية. سنة 1930 انطلقت بطولة كأس العالم للمرة الأولى، ووقتها كانت الكأس على شكل أحد الآلهة اليونانية اللي هو إله النصر، وتسمت الكأس تيمناً بجور ريميه رئيس الفيفا في الوقت ده، كونه صاحب فكرة المونديال، وتغير شكل الكأس للشكل الموجود حالياً سنة 1974. قصتنا بقى بتدور في نسخة 1966، المفروض بطولة كأس العالم هتتلعب في إنجلترا في شهر يوليو، لكن الإنجليز طلبوا الكأس في يناير علشان يعملوا دعاية كويسة لبلادهم ويستغلوا الحدث ده في تنشيط السياحة. كأس العالم فضل في مقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من وقت وصوله في يناير 66، وبعد وصوله بشهر طلب أحد المعارض عرض الكأس ضمن حملة الدعاية، ووافق فعلا فيفا على الطلبات دي كلها نظرا لأن رئيسه في الوقت ده كان ستانلي روس اللي هو إنجليزي أصلا. روس حط شرط واحد بس علشان يتم عرض كأس العالم في المعرض ده، وهو إن نقله يكون عن طريق شركة أمن معروفة ويتعين عليه حراسة لمدة 24 ساعة. كأس العالم في نسخته القديمة كان مصنوع من الفضة ومطلي بالذهب، قيمته وقتها كانت لا تتعدى 3000 جنيه استرليني، لكن تكلفة التأمين والنقل وصلت ل 30000 جنيه استرليني. الكأس اتعرض في المعرض ده في شهر مارس، ووقف عليه 2 ضباط حراسة بالزي الرسمي، وفي النهار بيبقى معاهم كمان 2 بالزي الملكي علشان يساعدوهم. ومع طول أيام العرض الحراسة بقت خفيفة شوية، ويوم الحد كانوا بيستخدموا قاعة العرض دي للصلاة، ما هو محدش جاي يصلي هيسرق الكاس يعني. لكن في يوم الحد وبعد يوم واحد بس من عرضه اتسرق الكاس فعلا، ومحدش عارف مين اللي سرقه. الحكومة البريطانية حست انها في موقف حرج جدا، وحاولوا يعتموا على الموضوع بقدر الامكان، وحطوا كاس مزيفة في المعرض، لكن الصحافة كعادتها ما كتبتش خبر، وقالت للدنيا كلها ان كاس العالم اتسرق. الحقيقة ان الشعب الانجليزي كان عارف الورطة اللي بلده فيها، ومحدش فيهم لام الشرطة وقال ماليش دعوة، دي البلد كلها كانت بتدور على كاس العالم، لدرجة ان هم استعانوا بالعرافين والمشعوذين. وبعد 7 أيام من البحث المستمر والتوتر اللي ساد انجلترا كلها، كان ديفيد كوربت ومعاه كلبه بيكلز ماشيين بيدوروا على تليفون عمومي في لندن علشان يتصل باخوه، لان المفروض مراته بتولد في التوقيت ده. ديفيد قلقان على اخوه ومراته، ولكن فجأة بيكلز راح ناحية حاجة ملفوفة في ورق جرايد. صاحبه ساعتها شده بسرعة وقلق وخاف لا تكون قنبلة، خصوصا ان في الوقت ده الدنيا كانت قلق جدا بين الانجليز وايرلندا، طبعا ده قبل ما الكلب يصمم يروح علشان يفتحوا اللفة ويلاقوا فيها كاس العالم. الشرطة تحفظت عليه هو والكلب، لانهم شكوا انه ممكن يكون متورط في السرقة، وبعدين خاف فقال يعمل نفسه لقاه، لكن بعد كده اخلوا سبيله وفضلوا محتفظين بالكاس كدليل على الجريمة لمدة شهر، وبعد كده رجع تاني للاتحاد الانجليزي. ديفيد كوربت والكلب بيكلز تحولوا الى ابطال قوميين، وحضروا حفلة عشاء مع لاعبي منتخب انجلترا اللي كان فاز بكاس العالم، وكمان حصل على مبلغ مالي، وكلبه جاله وجبات مجانية لمدة سنة، ده غير تمثيله كمان في احد الافلام. ولما مات بيكلز علق الاتحاد الانجليزي طوق رقبته في متحف كرة القدم تكريما ليه.